برحب بحضراتكم مرة تانية بشكل سريع. نشوف ايه اخبارنا النهاردة. وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس اجتماعا ضم المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل. خلال الاجتماع استعرض طارق قابيل الموقف التنفيذي لعملية نقل وتسكين المنشآت الصناعية الخاصة بالجلود الى مدينة الروبيخي، حيث اوضح انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى بالكامل، وجاري تخصيص اماكن بالمدينة لمصنع الجلود الراغبين في الانتقال إليها من منطقة مجرى العيون. أضاف قابيل أنه جاري العمل على إنشاء القاعدة الخرسانية للماكينات اللي هيتم تركيبها بالمنشآت الصناعية، وذلك تمهيدا لنقل وتركيب باقي المعدات الخاصة بتلك المنشآت، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يبدأ أكبر 12 مصنع للجلود في العمل بحلول شهر سبتمبر القادم، واللي بيمثلوا نحو 80% من طاقة دباغة الجلود في مجرى العيون. أشار إلى أنه تم الانتهاء من إدخال المرافق الأساسية لنحو 40% من الأراضي المخصصة بالمرحلة الثانية بالمدينة. معنا على التليفون الأستاذ محمد الجالي الكاتب الصحفي باليوم السابع. صباح الخير يا فندم وأهلا بيك. صباح الخير أستاذ أسماء. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير كل السادة المشاهدين. بالفعل كان بالأمس اجتماعين مهمين للرئيس السيسي في إطار طبعا يعني عايزين نقول لقاءات الدورية مع الوزراء في حضور رئيس الوزراء. الاجتماع الأول كان بيضم إلى جانب رئيس الوزراء وزراء الصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة وصلاح الأراضي، واللي نشرنا عنه والكلام عن القطن وإن مصر تهتم جدا بهذه الزراعة تهزها مصر وعودتها مرة أخرى إلى السوق العالمي. والاجتماع الثاني اللي هنتكلم عنه بالتفاصيل لحضرتك يعني أشرت إليه في حضور وزيري التجارة والصناعة والنقل، كانت هناك تعليمات وتوجيهات من الرئيس بمواصلة العمل على نقل المنشآت الصناعية المتخصصة في الجلود من منطقة. عايز أسألك يا محمد، هو فعلا هيتم النقل على حساب الحكومة؟ لأن أنا سمعت في يعني في بعض الأخبار أن النقل من مجرى العيون للروبيخي اللي هيكون على حساب الحكومة علشان ما يتكلفش الصناع مزيد من. بالفعل وده اللي أشار إليه الرئيس مشدد عليه امبارح، حتى بيان المتحدث الرسمي السفير علاء يوسف الرسمي لرئاسة الجمهورية أشار إلى هذه النقطة في بشكل بارز، أن الحكومة والدولة تتكلف كل شيء، لان في الاخر احنا عايزين هذه الصناعه يعني التي تشتهر بها مصر ايضا يكون هناك تطوير وتحديث لهذه الصناعه، دون طبعا في ظل الظروف الصعبه الاقتصاديه دون ان يتحمل المصنعون او المنتجون او العمال اي شيء من هذا القبيل. يعني كان اجتماع مهم جدا. وجود دي هتبقى اول مدينه متخصصه وتشتغل بالفعل على ارض الواقع. بالفعل. وخلينا نقول ان الوزير قال زي ما اشرتي ان اكبر 12 مصنع للجلود يبدا بالعمل بمدينه الروبيكي بحلول شهر سبتمبر القادم. طب قول لنا بقى بشكل سريع الموضوع القطن، الحقيقه موضوع مهم جدا. طبعا يعني احنا عايزين نقول ان الاجتماع اللي عقده الرئيس مع عدد من الوزراء واتكلم في تطوير ودعم زراعه القطن والنهوض بصناعه الغزل والنسيج. احنا عارفين ان مصر يعني مشتهره بده في الماضي، تاثرنا كثيرا خلال الفتره الماضيه، لكن انا اعود مره اخرى للاشتهار بهذه الصناعه، وان الدوله عازمه على ان يعني يكون صنع في مصر بما يتعلق بالاقطار المصريه وتصديرها للخارج وتلبيه احتياجات السوق المحلي وزياده الصادرات. الرئيس وجه بقى طبعا هنا كان توجيه مهم جدا بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين دعما للفلاح المصري ولتشجيع التوسع في زراعة القطن خلال السنوات المقبلة. وطبعا يعني وزير التجارة المهندس طارق قابيل خلال الاجتماع قال ان صناعة القطن والنسيج بتاتي في ضمن بالتاكيد موضوع مهم جدا 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 والتركيز عليه في هذا الوقت مهم. لكن كمان بشكل سريع بقى نعرف النقل، ملف النقل ايه اللي حصل فيه؟ يعني خلينا نقول ان كان بيتكلم وزير النقل عن تطوير السكه الحديديه في الفتره المقبله، هنشوف طفره ده، وشفنا يعني مش السكه الحديديه فقط لكن كل وسائل
النقل العام، وشفنا قد ايه ان في اتوبيسات سائقه السرعه ومكيفه ومزوده بالانترنت يعني هتشتغل بالفعل، وان الرئيس حريص على ان الخدمه التي تقدم للمواطنين يعني تكون خدمه مميزه. في ما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، الدكتور هشام عرفات قال ان محور شبرا بنها يعني خلاص يعني اتشرف على الانتهاء وتم ربطه بالطريق الدائري الاقليمي. عندنا جاري انشاء 14 محور للكباري على النيل خلال الفتره من 2014 وحتى 2020، منهم خمس محاور كباري هيتم افتتاحهم خلال العام المالي الجاري. و والله دي كلها اخبار حلوه جدا، واخبار كلها تدعو للتفاؤل. جزيل الشكر الكاتب الصحفي اكيد والصديق محمد الجالي باليوم السابع.